لا هو انا سبت حارت بطن البقره بسندوسها بكريتها ببلاويها كلها بحواشيها علشان خاطر تقولي برابطه المعلم وتقعدولي في قلب البيت؟ لا ده فاضل بقى الواد كبداكي يجيب العربيه بتاعته ويوقفها عند سور الفرنده بتاعتنا. ايه يا اختي ده؟ انتوا هتسيبوني مع الغرابه دي؟ يا اختي غراب لما ينقر دماغك يا وليه. بقول لك ايه، انا دماغي متكلفه مش عاوزه الهبل والعبط بتاعك ده، انا مش ناقصه مرسي يا وليه. احمدي وقولي السلام عليكم. ثم بقول لك ايه، احنا مشاركين في الشقه دي زينا زيك يا اختي، وبعدين انا جايه لجولي مش ليك يا اساتذه. جولي جولي مين يا الدلعادي؟ الله مين يا ياما؟ ايه وحيا سيدنا النبي، يا رب تروح الحجاز ياما، مالكمش دعوه بيهم ياما، سيبيهم ياما خلصوا المصالح اللي عندهم في عرض النبي. يتمصلحوا يا اخويا زي ما هم عايزين، ما انت عملتها لي زنقه الستات يا اخويا. خلاص انا داخله اوضتي قدام تلفزيون الخصوصي بتاعي اتفرج عليه، اه وسايبها لكم مخدره، اه مخدره. جاتك القرف؟ جاتني القرف ليه يا وليه كده؟ عيب عيب عيب. يلا ياما خش جوه ياما. اه بتضربني. خلاص ياما. قلت لك امك هتذلني. بقول لك ايه يا كوريا، تقعدي دلوقتي مع الست هايدي، افهمي منها هتقول لك ايه، افهميه وعيه كويس، ما عايزينش حد يعيب على مقص هايدا. ما بلاش الاسم ده خير. ايه هايدي ده؟ تحسه اسم مرق كده، تحسه بيتسلت من البق كده، ملوش ملك. اسمعي بقى، انا هعمل لك جدول مكثف 8 ساعات كل يوم. جدول؟ جدول ايه يا اختي؟ انا دخلت المدرسه. ما تهدي يا بنت الناس، مالك كل شويه فط زي الفطيطه دي. وموقفك بقى الفه على الفصل خل ولا ايه عشان تسكت اللي ما بيتكلمش؟ طب انا بقى اتكلم بالشوق. كوريا بعد اذنك انطر خفيفا عشان في مصلحه كده اروح اخلصها. خدني معاك يا ابن الناس. طب خدني معاكوا. اقعدي 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 يا بنت، استرجلي استرجلي اكتر من كده. خل يلا خال، سلام عليكم. يلا هات لي معاك حلاوه وهبيت سعد بيحب البيت. هجيب لك يا سلمى. بصي هجيب لك حبيبتي. ركزي معايا، الثمان ساعات دول هنقسمهم على الشكل التالي. اول نص ساعه ورك اوت، ايه تمرين يعني رياضه، وبعدين عندك ساعه انجليش وساعتين عربي عشان تحسني لهجتك وتعدلي بقك. الساعتين بقى اللي بعدهم دول عشان الاتيكات. ايه الاتيكات ده؟ اتيكات اتيكات اتيكات. الاتيكات ده هعلمك فيه ازاي تاكلي، ازاي تشربي، ازاي تلبسي، وازاي تمشي. الساعه اللي فاضله هقعد احكي لك فيها عن مروان بيحب ايه وما بيحبش ايه، مزاجه ايه. طب ما كده 7 ساعات ونص. برافو عليك، فاضل نص ساعه. النص ساعه اللي فاضله دي عشان تساليني فيها عن اي حاجه انت عايزه تساليها. ونبى انا حاسه اني شفت الحوار ده قبل كده في 5 افلام و6 مرسحيات، اللي هي منهم بتاعت انت الكلب الكبير، فاكراها دي؟ وفي الاخر بيتها ما بتقع في الخيه وبتتعكش وبتتفقس وبتتسحول على عينها ولا حد بيعبرها لو يقف جنبيها. ما تقلقيش ان شاء الله مش هتستحولي ولا هتتفكش ولا هتتهكرش. يوب اتفضل، اجي اللي هتعلمني الكلام. ما كانت الكلام عندها بايظه اساسا. نجيب من الاخر، تحب تقول انت ولا اسالك؟ اسالني على ايه يا ابني؟ يبقى انت عايز تتسال. ماشي كلمني شويه عن هيدا ابو طالب، ولا نقول جمالات حسناء بطن البقره. وقول لي بعتني عشان فلوس ولا حريم ولا عشان الاثنين؟ من غير ما تتذاكى انا ما كنتش اعرف ان جمالات هي هيدا ابو طالب، وهي اللي ما كنتش اقدر ارسمها قدامك. اول ما عرفت انها هيدي كانت هربت اصلا. سبحان الله، عشان كده ما قلتيش لحد دلوقتي لغايه لما انا عرفت لوحدي. عشان كده لعبت في اللوحه عشان ما تبقاش شبهها. ولا ال50 مليون حلوين، والمزه حلوه، والشيطان امور. ياسر انا اول ما عرفت انها هيدي اجبرتها انها تسلم نفسها، وكنت هجيبها واجيلك، وده اللي خلاها هربت. ولو انا معاها زي ما بتقول ما كانش زمانها هربت مني. انا متاكد انها لسه معاك، بس عشان انت صاحبي وعشان انا جدع منك جيت اتكلم معاك. لكن لو ما سلمتهاش هبلغ الوزاره وهي بتتصرف. عشان انت صاحبي لازم تصدقني، وسيبك بقى من الوزاره والكلام ده، تعال انا وانت نشتغل ونوصل الخيوط ببعض عشان نعرف نلاقيها. طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعده مع طنط موسوكا جوه بيشوفوا فيلم، انا قلت لهم وقت الدروس مش عايزه حد منهم معانا. ماشي. طب ابوكي دافع في الاكل ده؟ عشان طنط موسوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما انا هعمل. ماشي. يلا هنمسك السكينه كده والشوكه كده، نقطع حته اللحمه كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم.
انت بتعملي ايه؟ ايه؟ انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زيي وانا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي، لما تبقي تسافري وترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا، مفهوم؟ مفهوم يا ست الابي، اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين والشوكه بايدنا الشمال، نثبت حته اللحمه كده ونقطعها كده، وبعدين نروح اكلينها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا طب انا هاكل بايديا الشمال، استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده؟ طيب هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزه. يلا النبي، انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر، هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبر. يا لهوي، طب ما سهل حوار الشوكه والسكينه اهو، عامله لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو، ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقى لما نتعلم الحاجات دي بقى كبروا مخ. مش عايز منديل يا ابني، قلي يسترك. منديل، منديل يا ابني، لا يستر. منديل يا ابني. لا يستر. هتمشي ماشية مستقيمة، ظهرك مشدود، كتافك مفروده، رقبتك مرفوعه لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عماله تتلفت يمين وشمال زي البورس، رجليكي مقفوله. ايه ده؟ رجليكي إيه؟ مقفوله ازاي؟ مقفوله كده كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كاني محصوره. ومين قال لك تقفي كده؟ اقفي زي اهو كده كده اهو. يعني تقريبا. يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساس. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش؟ والله بسم الله ما شاء الله. وتعلمت الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه ام المصريين، لينا معارف هناك يعني. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثه، بالله العظيم ثلاثه، السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناس فاضل. الله يخليك يا حاج، حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي تعيش انت، ده عم شكري زي والدي يعني، كبير بطن البقر عندنا في المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بنتي يا هاجر، انت جايبه لنا ده شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات الارسال يا بنت. ها اتفضلي خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا عن اذنك. اتفضلي اتفضلي يا عروسه. اتفضلي يا زينه. بسم الله ما شاء الله، ادبيه واخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندينا، ربنا يحميها لشبابها. والاخ سيد بقى ان شاء الله اشتغل ايه؟ ابني سوكا حرصوصينه، بسم الله ما شاء الله عليه، عقبال ولادك وولاد امه محمد صلى الله عليه وسلم، بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي. وفيه حاجة كبيرة، بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. الله مطرب، بس أنا معرفوش وما شفتوش غير المرة إياها بتاعت الفرح. ما حضرتك بقى طيش الشباب بقى، وإحنا أهو جايين من الباب أهو حضرتك. لا مشهور. الله، هو أنت ما سمعتش الغنوة بتاعته اللي مكسرة الدنيا وماشية التكاتك كلها تغنيها وفي التلفزيونات والراديوهات؟ ما سمعتهاش ولا غنيها لو حتة أحسن يفتكرنا بنميس عليه. يلا يا ولد. لا خلاص خلاص خلاص، ملوش لزوم. أصل أختي الأنسة هاجر كانت قالت لي يعني إن الأخ سيد عنده عربية مشروع كبدة وسجق. أيوه قصده على عربية كبداجي. يا اختي كبدك ايه وزبالك ايه وهباباك ايه وسخماك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر، دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطة بتنزل عليه بالالافات في الكباريه. والله كباريه؟ قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى مين؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعدية، هو كباريه ايه في ايه؟ قصدي امي والاستاذ شكري حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني، حاجات اكل طزاقات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم، بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف
لما البيرة تمشي قدامه كده ولا بيعبرها، يقول لي يما، اقول له يا واد هي البيرة ده هي شكلها ايه لونها ايه، يقول لي هي احمر ولا اخضر يما، اقول له مع ان هي صفرة، بس هو ما بيبقاش عارف. يا عين انت عارف الخمرة ده تبقى ملعلطة قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات المزز اللي هم بيبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجالة يعني ويشربوا معاهم الخمرة والكلام الحاجات ده، هي هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبره، لا مؤدب محترم من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هو، ولهذا يا أستاذ يعني احنا جايين النهاردة علشان خاطر نطلب ايد أخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا. ايه رأي حضرتك بقى يا أستاذ؟ قلت فرصايدة اوي يا حاجة، الجواز ده اسمه نصيب، شرفتونا.